الحاج باسم قناة دي زد نيوز نقدموا تعازينا في فقدان الجوزة تاعك ولا الأخت تاعك. ثبت أجركم ويرحم والديكم خويا ويرحم والديكم جيتونا زرتونا هنا ويكثر خيركم. والزوجة نتاعي مسكينة كي توفات يعني قبل يوم الحادثة يوم الحادثة يعني روحت من الخدمة هنايا من الأربعاء العشية قبل نص 12 هربت من النار وصلت هنا قالت لي راح نعظم الأجر. قلت انا ما تروحيش هاي سخانه خلي غدوه. كانت عندكم جنازه؟ كانت عندنا جنازه رفامي تاعي في القاله. قلت لها ما تروحيش. قالت لي لا تصلي تخاف ربي ما. قلت لها روحي. صلت مسكينه وراح معها اختي قالت لها هيا تزرف فيها. كانوا فرحانين في زوج. فرحه ما مانيش عارف. راحوا من بعد شويه شفت شغل النار هابطه من هنا. تلمو هبط فوق منها النار هنا قلت راح نعرض لهم هنا شوي. هاي صاحبي قال نعرضوا لهم. وصلنا للقريه هنا عيط لهم. قال انا شايف الكارت تاع مسعود هذا تاع البيس هذا اللي تحرق. قلت معليش رجعنا. هم بعد وصلنا هنا تحت الكارت تاع النار ذي يعني يعلمها غير ربي. هم بعد شوي كيفت النار ذي تخنق هنا وحاولت حصرت في الدار. جاني صاحبي قال لي روحوا نشوفوا واش كاين هي. نعيط لها ما كانش ريبونس. نعيط لحقناهم لقيناهم في البيس محروقين. صبت منها شفت في البيس محروقين. يا خويا شفت كومن تاع ما كيفش عليك الله يعلم. لكن خرجوا ماشي مانيش عارف لكن الكوم هذاك نستنى في كاش ما يمدوهم لي باش نقبرهم برك هذا ما كان خاطر باسكو طول عليا هاك شوف من نهار الاربعاء الخميس والجمعه اليوم السبت وقد ما يطولوا قد ما تزيد اثرنا واثر معايا الدار هم زوج عندي في العائله مش واحد ومع الولاد والله تعرفوا شيء والله هم جوني يعطيهم الصحه جوني جا تاع الجماعه كل تاع ضمان اجتماعي وسيد الوزير انا بعثت جماعه باش يكلفوا بجماعه سيد الوالي وجوني كل يكثر خيرهم يعني قاموا بالوجه بس مش هذه نحب انايا يعني ندفنهم اخس يعطيك الصحه ندفنهم احسن وهذه طلب تاعي برك نايا يجربونا بالواحد وهم سال تاع الجندرمي وربي يرحمها ويوسع لها ان شاء الله ربي يعيشك ويكثر خيركم ويرحم والديك ان شاء الله يرحم والديك خويا الصدمه واش راح نديروا خويا شي حاجه قادر مقدره حاجة الله واش لازم واحد يصبر وين كانوا الحاج كانوا في جنازة عندنا نسيب بجنازة عندنا نسيبتنا في القالة توفات راحوا أختي ومرت خويا يعظموا في الرجل كي جاوا راجعين جاوا في الكار هذا يتحرق بيه كله يظهر لي خلوا أطفال خويا ثلاثة وأختي عندها طفلة أختي عندها طفلة كبيرة متزوجة بولادها وخويا عنده ثلاثة دراري زوج بنات وطفل طفله 17 وحده 14 وطفله 10 سنين ربي يصبرك صبي يعيشك خويا الله يهنيك ان شاء الله يكونوا من اهل الجنه ان شاء الله يا خويا ان شاء الله خويا